اللي معانا ده ايه بقى؟ اللي معانا ده اسمه الشوفان. الشوفان ده يا جماعه كنز وسحر المريض السكري. لو عمرك ما جربت الشوفان اهو ده ديت انا جايباها اهوت. بصوا ديت الورقه بتاعته اهيت الشوفان، وحتى بتبقى جايه في حاجه فضي، لان اصلا الشوفان اهو زي ما انتم شايفين الورقه اللي جوه دي فضيه، دي اللي بتحفظه اصلا. اسمه الشوفان، بيعمل على التحكم في مستويات السكر في الدم، ومهم جدا 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 لمرضى السكري ان هو ياكله يوميا، عشان بيسيطر على النشا اللي موجود في الاكل. فبالتالي لو انت كلتيه يوميا اي اكل فيه نشويات هتاخديه هيتظبط معدله. فبالتالي مهم جدا جدا لمريض السكري. في حاجه حلوه قوي، هو غني قوي بالكربوهيدرات صح، بس الكربوهيدرات اللي موجوده فيها مؤشر نسبه السكر في الدم فيه قليله. بس في حاجه حلوه قوي احنا بقى بنستغله، ان هو غني بالالياف. الالياف دي بتحسسك وبتديكي شبع لفتره طويله، عشان كده بتوع الجيم واللي عايزين يكونوا عضلات وحاجات من دي واللي عايزين يخسوا بياخدوه، تمام. فالشوفان دوت مهم جدا جدا. بيقولوا انك لو اتناولتيه لمدة 6 اسابيع ورا بعض بيتحكم قبل الوجبات، بيقلل من سكر الدم على مدار ال 24 ساعة، وبيظبط مستويات الانسولين اللي موجودة في الدم، وخصوصا في الناس اللي مصابين بالسكر من النوع التاني. ده كله في الشوفان. ده انا لسه هقولك معلومات دلوقتي هتتصدمي منها لما تعرفي الشوفان. وفي الاخر برضو بفكرك ان انا هقولك الطريقة ازاي تتعمل. وزي ما انتم عارفين اي حد عنده سكر نوع تاني لازم ياخد اي حبوب فيها الياف كتير، وخصوصا الشوفان او نخالة الشوفان. ليه؟ لانها بتحسسك بالشبع وبتقلل امتصاص السكر اللي هيروح الدم. طب اقول لك بيعمل ايه تاني؟ انت خلاص قلنا بيظبط سكر في الدم، اقول لك واحب ابسطك قوي ان هو بيقلل ضغط الدم المرتفع. احب اقول لك كمان ان هو مهم جدا جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الهضم. يعني ايه مشاكل في الهضم؟ عارفه الناس اللي عندهم، لو انت عندك قولون عصبي وحاجه مضايقاكي قوي القولون، فالشوفان مفيد جدا جدا ليك. الناس اللي عندهم التهاب في الامعاء وعندهم اسهال وامساك بيتغير، يعني مهم جدا ليهم لانه غني بالالياف. مهم جدا جدا في مضادات اكسده بتحميكي من اي التهابات وترفع لك المناعه، فهو كويس جدا جدا. مريض السكري بقى مصاحب ليه حاجه خطيره قوي، وهي ارتفاع الدهون والكوليسترول الضار في الدم. طب ايه علاجه؟ علاجه الشوفان. الشوفان بيقلل الكوليسترول الضار في الدم وبيتحكم في الشهيه، بتمنع امتصاص المواد اللي هي بتساهم في امراض القلب والاوعيه الدمويه. الشوفان الكامل غني بالمواد المضاده للاكسده. مضادات الاكسده دي يا جماعه لازم تاخدوها، لانها مهمه جدا في خفض ضغط الدم، ومضاد للالتهابات ومضاد للكحه. لو حد عنده كحه وكده حتى الدكتور يديله ايه، حاجات رفع مناعه اللي هي مضادات اكسده، اللي هي موجوده اصلا فين؟ في الشوفان يا جماعه. فالشوفان حاجه مهمه قوي 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 لازم تاخدوها. هل ليه فوائد للذاكره؟ احنا بقينا ننسى بقى وكده. طبعا الشوفان بيعمل على تعزيز الوظائف الادراكيه، وخصوصا في كبار السن، عشان كده مهم جدا. طب هل مهم بقى لو واحد عنده سكر وعنده التهاب مفاصل؟ مضاد للمفاصل، لالتهابات المفاصل بشكل عام. فمهم جدا جدا جدا، يعني لو انت عندك مشاكل ما تقلقيش، لما تاخديه الدنيا ان شاء الله تبدا تظبط عندك. حتى بصوا يا جماعه هنا المكونات بتاعته ايه، البروتين 25، الكوليسترول زيرو. ايوه الكوليسترول هنا حلو جدا مفيش. الالياف بقى اهي يا جماعه هي المكونات بتاعته، بروتين والياف والدهون والكوليسترول صفر يا جماعه اهو، كما انتم شايفين، عشان كده ما بيعليش الدهون الضار. طريقه التحضير موجوده ورا اهي، مكتوبه ورا، ممكن تستخدميها، وانا هقول لك طريقه ثانيه. تمام، هنا بقول لك الطريقه انك تغلي كوب من المي او الحليب وتحط لها 5 معالق شوفان للحليب اللي انت بتغليه ده. وعايزه بقى تسكري تحطي سكر حسب الرغبه، ما فيش مشكله. عايزه تحطي مسكرات ما فيش مشكله. وبيقول لك خلي بالك في الاخر، لان المنتج فيه ماده الجلوتين، وديت للناس اللي عندهم اي مشاكل في المعده، فخلوا بالك. يبقى ده الشوفان والطريقه. هقول لك دلوقتي برضو ليه اهميه تانية، وليه هنعمل بقى دلوقتي، يعني هقول لك طريقه تانية مريض السكري بياخدها، اللي هي الخبز.
خبز الشوفان. فالشوفان ليه طريقة وأهمية الخبز. طب هو الشوفان دوت مهم يعني مفيد قوي للأم وللجنين؟ هل الأم أو الست الحامل تقدر تاخد الشوفان؟ اه الست الحامل تقدر تاخد الشوفان خلال فترة الحمل، آمن للطفل وللأم، لأنه في عناصر زي ما احنا قلنا عناصر غذائية قوية جدا جدا بتدي للست الحامل الطاقة، زي النشويات المعقدة اللي موجودة فيها، عشان كده بتدي للست كمان الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبيقلل خطر الإصابة بالأمراض زي أمراض السكري وغيره وبسكر الحمل. يعني لو هي حامل وخايفة ما تقلقيش الشوفان كويس، أو لو أنت في حامل وخايفة وزنك يزيد فالشوفان برضو هيقلل لك وزنك، هيبقى يقلل حاجتين خلال فترة الحمل، هيقلل السكر وهيقلل الوزن. هل بس كده؟ لا، في ستات بقى بيشتكوا ان بيجي لهم انيميا وبيجي لهم مفاصلهم بتوجعهم. ليه؟ لان الطفل بياخد معاه كل الكالسيوم وحمض الفوليك، فالشوفان فيه كالسيوم وفيه حمض الفوليك، فهيدي للست الكالسيوم اللي ناقص عندها وحمض الفوليك. تمام. الالياف اللي موجوده فيها، الست طبعا معرضه للامساك، اي ست حامل معرضه للامساك، فهو هيقلل الامساك اللي عند الست، بس بشرط لما تيجي ترتدي الامساك تشربي بعده كميات ميه كتير جدا جدا، لان الالياف اللي موجوده فيه مع الميه بتشغل المعده فبتعالج لك الامساك. في دراسه يا جماعه اتعملت 2013 لقوا انك لما تدخلي الشوفان على اكل الاطفال بعد عمر 6 شهور او 5 شهور بيقلل الاصابه بالربو والتهاب الانف والحساسيه وغيره. متخيله ده للطفل بس؟ لو انت دخلتي اكل الشوفان ده للاطفال بعد 6 شهور، لان 6 شهور بقى بدات الام تضيف اكل للعيل الصغير وغيره، فانت لو ضفتيه فهيبقى كويس. مهم جدا جدا. هو في على فكره يا جماعه في شوفان خالي من الجلوتين، بس للاسف ان دوت فيه جلوتين النوع ده، فانتم الناس اللي عندهم مشاكل في الجلوتين ممكن وهم بيجيبوا من عند اللي هيشتروا منه يقولوا له احنا مش عايزينه من في جلوتين. فمهم جدا جدا الشوفان ده. تمام. الناس بقى اللي عندهم حساسيه قمح يخلوا بالهم منه. تمام. ليه؟ لانه نفس تركيب القمح وغيره، لان انتوا عارفين فينا الناس عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، فممنوعين من اكل اي حاجه فيها ماده جلوتين، فالعنصر اللي معانا ده في جلوتين ممنوع طبعا عليه. تمام. ازاي نعمل بقى طريقه؟ احنا قلنا في حاجة مكتوبة على الورقة، هي انك تجيبي كوب مية وتغليه او كوب حليب وتضيفي عليه 5 معالق شوفان وبعدين تشربيه. طيب في طريقة تانية اسمها خبز الشوفان. ازاي؟ هتجيبي الحبوب دي وتطحنيها، عارفة الدقيق تطحنيه، بعد كده هتعمليه كدقيق. تمام. وممكن بقى